بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم وأسعد الله مساءكم بالنور والمعرفة. هذه تحية لكم من عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، ومني أنا محدثكم محمد جار الله، فأهلا وسهلا بكم عبر أثير تزامن. إنها محطتنا الأخيرة ضمن سلسلة الابتكار التي بدأناها معكم قبل شهر من الآن تقريبا. تنقلنا بين عدة محطات، أولها الابتكار في التعليم الإلكتروني، وثانيها الابتكار في تطوير الألعاب الإلكترونية، أما ثالثها فكانت حول الابتكار في ريادة الأعمال، ورابع هذه المحطات كانت حول الابتكار في التحول الرقمي. وها نحن هذه الليلة نختم معكم هذه السلسلة مع نوع جديد من الابتكار أصبح مالئ الدنيا وشاغل الناس، بين متحمس لتطوير هذا العلم وتطبيقاته وبين المتخوف منه. إنه الذكاء الاصطناعي. هل يمكن أن يكون الذكاء اصطناعياً؟ وما مدى التغيير الذي ستحدثه ثورة الذكاء الاصطناعي؟ وما هو مستقبل الوظائف في زمن الذكاء الاصطناعي؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عليها ضيفنا الدكتور سالم العلياني، رئيس مركز الذكاء الاصطناعي بجامعة الملك خالد، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي من جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية. حياك الله دكتور سالم، وحيا الله جميع الحاضرين والحاضرات. تفضل دكتور سالم، أثير تزامن معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا كل خير. أشكرك أستاذ محمد وعماد التعلم الإلكتروني على هذه الاستضافة. أتمنى أن أكون ضيف خفيف لطيف في هذه الأمسية. كما ذكرت يا أبو أسامة، الذكاء الاصطناعي أصبح حديث الدنيا وشاغل الناس، وهذا الشغل والحديث عن الذكاء الاصطناعي اللي يتكرر اليوم في كثير من الأماكن، حتى المجالس العامة اللي قد ما تجد أحد متخصص في الذكاء الاصطناعي في المجلس، إلا أن الكل يتحدث عن الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، يعني الصغير والكبير يتحدث عن الذكاء الاصطناعي. وهذه تحصل فقط عند وجود ثورة لا تحدث في العلم، مجرد العلم. يعني الذكاء الاصطناعي اليوم لم يصبح علم زي باقي العلوم مثلا، لا، أصبح ثورة، ولذلك اليوم يتكلمون عنه الناس. مثل الإنترنت، يعني لو أخذنا مثال تقريبي لها، مثل الإنترنت فترة من الفترات كانت محصورة فقط في مثلا مركز الأبحاث وزارة الدفاع الأمريكية، دارتا مثلا. هذا الثورة اللي حصلت في الإنترنت لما خرجت للناس، صار الناس كلهم يتكلمون عنها. ليش؟ لأنها راح تلامس حياتهم بشكل مباشر. بإمكانك ترسل إيميل، بإمكانك رسالة قبل ما يعرف الإيميل، بإمكانك ترسل رسالة، بإمكانك تستقبل رسائل، بإمكانك تواصل مع الناس، تبني بروفايل أو موقع خاص لك على هذه الشبكة. ليس بضرورة أن تكون متخصص حتى تتحدث عنها. لذلك هذه طبيعة الثورات بشكل عام. ولذلك اليوم حبيت أربط بين الذكاء الاصطناعي والابتكار في الذكاء الاصطناعي بالثورات الصناعية، ولذلك سنتحدث عنها بشكل تسلسل تاريخي. ليه؟ لأنها راح تؤثر على حياتنا بشكل مباشر، بل بدأ تأثيرها حقيقة. خلونا نأخذ مثال، يعني هذا الشارت اللي تشوفونه قدامكم على أعداد البشر على الأرض من قرابة 1000 سنة، من 1050 ميلادي إلى 2017. إيش اللي حصل في أعداد البشر؟ طبعاً أعداد البشر مؤشر لأهل الاقتصاد أنه في انتعاش اقتصادي في النمو عندما يحدث زيادة في أعداد البشر. من عام 1050 تقريباً إلى 1450، قرابة 400 سنة، أعداد البشر حوالي 200 مليون زي ما أنتم شايفين في الشكل اللي قدامكم. ما زادت عن هذا العدد، يعني ماشية بشكل استدي، بشكل ثابت. الوفيات مقابلهم مواليد، هذا اللي قاعد يحصل 400 سنة. طبعا التاريخ السابق لهذا التاريخ كل أعداد البشر قليلة جدا، يعني ما زادت عن 200 مليون في أي فترة من الفترات السابقة لها. ولكن لو لاحظنا في عام 1450 تقريبا ميلادي، حصل بدأ يكون في نمو بسيط
اللي يركز فيه هو linear growth، حصل في من 1450 ل 1650 تضاعف أعداد البشر، تضاعفت يعني من 200 مليون إلى قرابة 400 إلى 500 مليون إنسان موجود على هذه الأرض. هذه الزيادة إيش كان سببها؟ إيش اللي خلى القفزة هذه الهائلة في أعداد البشر في 200 سنة يتضاعف سكان الأرض؟ بعدها في نمو في أعداد البشر، لكن عام 1800 تقريباً بدأت تحصل النمو، ليس فقط نمو خطي يفهمونه يمكن أهل الرياضيات، ليس نمو بسيط يعني ما يتضاعف كل مثلاً 200 سنة، لا أصبح يتضاعف كل 15-20 سنة. إذن هذا النمو نسميه exponential. يعني لو لاحظنا في المخطط هذا، الخط الأخضر يبين النمو الأول، الخط الأزرق يبين النمو الكبير الهائل اللي حصل من 1800 من قرابة مليار شخص إلى 7.5 مليار في 200 سنة. هذا النمو الهائل إيش كانت أسبابه؟ إيش اللي أدى للبشر يعني هذا النمو الكبير؟ أعتقد يمكن اللي كثير عنده إجابات لهذا السؤال، وما في جواب خطأ، قد يكون كل الأجوبة صحيحة. ممكن نقول مثلا تحسن الخدمات الطبية اللي وجدت في القرنين أو ثلاثة قرون الأخيرة، تحسنت الخدمات الطبية. ممكن نقول جودة الغذاء تحسنت، ممكن نقول مياه الشرب صارت متوفرة بشكل أكبر، ممكن نقول التعليم، ممكن نقول قد يكون عندنا أسباب كثيرة لهذه القفزة الهائلة في أعداد البشر. ولكن لو رجعنا بسؤال، ليش الخدمات الصحية تحسنت؟ ليش التعليم تحسن؟ ليش ما تحسنت قبل 1000 سنة؟ إيش اللي خلاها ما تحسن إلا في 200 سنة الأخيرة؟ الحقيقة الجواب على هذا السؤال هو الابتكار. طيب ابتكار إيش؟ إيش اللي حصل عام 1450 أو قبلها أدى إلى قفزة في أعداد البشر؟ نشوف بعض الابتكارات اللي حصلت عام 1450، وأهمها طبعاً في ابتكارات كثيرة، وأكيد الابتكارات يعني تداخل مع بعض تؤدي خدمات كثيرة، لكن أنا راح أركز على بعض الابتكارات اللي تعنينا اليوم. الطباعة بالقوالب. عام 1423 في أوروبا طبع أول مستند بالقوالب. إيش هو هذا المستند؟ مستند صورة القديس كريستوفر، طبع باستخدام القالب. قبلها كان أي طباعة تتم بالنسخ، عندك كتاب تبي تطبعه، عندنا ناسخين والوراقين كانوا منتشرين في كل مكان. لكن النسخ السابق ل 1400 للميلاد ما انتشرت الكتب، ولا يعني كان الكتاب النسخة الواحدة تأخذ وقت للنسخ، وأيضا كانت تهدى مثلا للملوك أو تهدى للمكتبات الكبيرة أو تهدى للأصدقاء، ولذلك ما كان انتشار المعرفة بشكل كبير. أدى الطباعة بالقوالب إلى انتشار المعرفة بشكل كبير. طبعا البعض قد يقول هذه التقنية قد تكون موجودة في مثلا في شرق آسيا، في الصين خاصة، وصحيح موجودة، لكن ما انتشرت بشكل كبير ولا تستخدم إلا بعد 1400، بعد 1400، لأنه الصينيين ما قدروا يروجوا لهذا المنتج، والسبب انه كان اللغه الصينيه رموزها كثيره، ما يعني صعب انه يعمل رمز قالب لكل رمز بشكل دوري للكتابه او للتاليف. لكن من 1450 بدات الطباعه بالقوالب تزدهر في اوروبا، والطباعه باشكالها الكثيره. طيب بعد الطباعه بالقوالب ايش اللي صار عندنا في بين 1650 و 1750، قرابة 1700، صار عندنا نستطيع ننتج الطاقة الحركية باستخدام الطاقة الحرارية. هذه التقنية ساعدت إنتاج الطاقة الحركية باستخدام الطاقة الحرارية، ساعدت في وجود المولدات أو المحركات، وخاصة المحرك البخاري اللي اكتشف تقريبا او اخترع عام 1710-712 على يد توماس نيوكومنت، وكان اول مولد
هذا المولد محرك بخاري باستخدام الحرارة باستخدام النار وتكثيف المياه وإنتاج الطاقة الحركية. طيب طور طبعا على المحرك اللي سواه توماس نيوكومن، تطور عليه جيمس وات الكيميائي والميكانيكي والمخترع الاسكتلندي المشهور، يعني اشهر من نار على عالم نعرف اليوم اسم وات، نستخدمه تقريبا اي شخص مهندس راح يستخدم وات اكثر ما يستخدم اسمه الاخير. وات طبعا استطاع ان يدخل نوع من الابتكار ليزيد كفاءة المحرك البخاري، يزيد كفاءته ويدخل في كثير من الأعمال، استخدم في العربات، في استخدم في مصانع النسيج، استخدم في غيرها، يعني استطاع أن يبتكر على نموذج العمل الأولي للمحرك البخاري. الكهرباء والبترول من 1800 القرن التاسع عشر ظهرت، وايضا كانت هذه يعني قد تكون هي المفصل الحقيقي بعد المحرك البخاري لزياده اعداد البشر. البترول يستخرج من قديم الزمن، لكن يعني حقول النفط اللي كانت في بنسلفانيا في امريكا في 1950 يعني اللي مؤسس شركه شيل جون روكفيلر قد يكون هو الأب الروحي لهذا المجال، مجال النفط. وكانوا من الطرائف أنهم كانوا ما يستخدموا الغازولين، يعني تصور أنه خلال من عام 1950 تقريبا، عفوا 1850 إلى 1890، 40 سنة تقريبا، وهم الغازولين يرموه، ما يعتقد أنه له أي استخدامات. حتى ظهرت السيارات فقط كانوا يستخرجوا عشان الكيروسين، حتى ظهرت الاستخدامات صار يستخدم الغازولين بشكل كبير. طيب بعدها ظهرت لنا الترانسيسترز والسيمي كوندكتورز في منتصف القرن العشرين، وبدأ تظهر شرائح الكمبيوتر، وبدأ عندنا ظهور أول كمبيوتر عام 1950 المين فريم تقريبا. في هذه السنوات بدأ يظهر عندنا الكمبيوتر، ما كان كمبيوتر شخصي، كان فقط الاستخدام المؤسسي الكبير فقط، ما كان affordable لأي شخص إلى عام إلى السبعينات من القرن الماضي بدأ يستخدم كبيرسونال كمبيوتر. ظهر الأبرانت أو أول شبكة في السبعينات تقريبا عام 69 إلى 1970 تقريبا، وفي نهاية 1990 تقريبا في نهاية العقد الأخير من القرن العشرين ظهرت شبكة المعلومات العالمية الـ WWW. طيب يعني هذه ابتكارات مؤثرة في تاريخ البشرية، ولاحظوا أن الابتكارات هذه لها دور كبير ومباشر في زيادة أعداد البشر. ليه؟ لأن كل هذه الابتكارات أدت إلى تحسن حياة البشر، إلى تحسن حياة البشر، المقصد فيها تحسن الحياة الصحية والبيئة بشكل عام، زيادة الإنتاج وكفاءة غزارة الإنتاج، جودة الإنتاج، أكمثة الإنتاج بشكل كبير. طيب عام 1950 ظهر أول مرة تقريباً 1954 بالتحديد عشان تكون بريسايس، أول مرة يستخدم مصطلح الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence على يد، يعني أول من عمل كوينينج لهذا المسمى هو العالم الأمريكي جون مكارثي، وأيضاً هيبرت سايمون في أحد لقاءاتهم العلمية أول مرة يطلقوا علم الذكاء الاصطناعي من عام 1954 موجود. طيب قبل هل كان موجود؟ نعم، تساءل ألان تورين عن هل الآلة ذكية قبلهم بكم سنة. هو عالم بريطاني طبعا وله دور كبير في علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي بشكل خاص، وهو عالم رياضي في المقام الأول. طيب الثورة الصناعية الأولى متى حصلت؟ طبعا الثورة الصناعية الأولى بدأت فعليا في
فعليا في منتصف القرن الثامن عشر، يعني خلنا نقول من 1760، لكن أثرها كان واضح حقيقة في بداية القرن التاسع عشر ل 1800، انتهت هي عام 1840 تقريبا. يعني الأرقام التواريخ اللي يقولها ليست دقيقة، لأن ما في حد يقدر يقول متى بدأت اليوم، ولكن هذه الحدود تقريبا من 1760 إلى 1840. وكان موطنها الرئيسي هي المملكة المتحدة، United Kingdom إنجلترا بشكل خاص. وكان أساسها المحرك الداعم للثورة الاقتصادية الصناعية الأولى هو المحرك البخاري. استخدام المحرك البخاري في أتمتة المصانع بشكل خاص، وخاصة مصانع الصوف والنسيج. طبعا تم استخدام المحرك البخاري في أتمتة مصانع النسيج، في أتمتة وسائل النقل. في بريطانيا تقريبا بداية القرن التاسع عشر كان عندهم قرابة 2000 مايل فقط من الخطوط والسكك. هذا النمو، احنا نتكلم عن 1815 تقريبا 2000 مايل، هذا النمو كان دور كبير للمحرك البخاري فيه. سرعة التنقل، سرعة وسائل النقل، سرعة تشغيل المكنات النسيج اللي ما كانت تشغل سابقا عن طريق البشر. طبعا المستوى الاجتماعي، في تغيرات اجتماعية حصلت، مثلا هجرة الناس من القرى والهجر إلى المدن الكبيرة. بعض المدن الصغيرة قام فيها المصانع صارت مدن ضخمة وكبيرة. الأربانيزيشن أو الهجرة هذه إلى المدن أوجدت تحديات كبيرة جدا في المدن، مثل تحديات التلوث، تحديات الثورينج أو الصرف الصحي، والبنية التحتية بشكل عام، المياه الصالحة للشرب، الغذاء. يعني أوجدت سوق كبير لتحسين جودة الحياة، لأن وجد مشاكل كثيرة فنجد الابتكار. ولذلك قاعدة الأولى في الابتكار الآن أنها تنبع أساسا من التحديات والفرص اللي عندنا، التحديات الخاصة فينا. طبعا كان في تحدي، وهذا مهم جدا للآن لفهم السياق، كان في تحدي لأصحاب المهن الصغيرة، مهن تشغيل مكنة النسيج. ما أنا ما أحتاج الآن مشغل مكنة النسيج، أنا أجيب محرك ويشغل المكنة بشكل يعني بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل بشري في الحركة. ولذلك كثير من الناس أصحاب المهن الأقل معرفة يعني خسروا وظائفهم، وهذا زاد عدد العاطلين عن العمل فترات الثورات الصناعية وبداياتها. ويعني خلى الاعتماد على الآلة يكون عدو للإنسان. يعني هنا ظهر العداء بين الإنسان والآلة. ولذلك ظهر في بريطانيا جماعة يسمون أنفسهم معارضين لوجود الآلة، يسمون أنفسهم اليودايت، وهم فريق مسمى على شخص نيد لود. هذا الرجل قاد حركة من المعارضة للمصانع الميكانيكية، وقام بإحراق بعض المصانع، مصانع النسيج خاصة في بدايات القرن التاسع عشر 1800. طبعا من الأشياء، من التحديات اللي كانت قدام بريطانيا، كيف أنا أحافظ على هذه الثورة الصناعية اللي عندي. الثورة الصناعية هذه زادت دخل بريطانيا بشكل كبير، جعلتها قوة عظمى في القرن الثامن عشر ويعني التاسع عشر، أمة لا تغيب عنها الشمس، قوة صناعية عالمية كبيرة جدا. وهذا أدى إلى تمكنها عسكريا وتمكنها اقتصاديا وعلميا، وفي كل مجالات تقدمت بريطانيا على كثير من الدول بسبب الثورة الصناعية اللي قامت من ابتكار المحرك البخاري وتطويره ليناسب بيئة الأعمال الموجودة لديهم. لكن أيضا عشان تمنع تسرب المعرفة، كانت تمنع حتى خبراء النسيج من أنهم يهاجروا للولايات المتحدة الأمريكية، وقتها كانت الهجرة على أشدها للولايات المتحدة الأمريكية، أرض الأحلام. طبعا هذا مثال، طبعا صورة توضيحية لكيف كانت مصانع النسيج وقتها في 1800 في بريطانيا. كانت مصانع نسيج ما تحتاج لعدد كبير من البشر، خلاص مشغلين قليلين. الثورة الصناعية الثانية تقريبا
بدأت هذه الثورة الصناعية اللي تعرف بالثورة التقنية، مثلا اسمها technological revolution. هذه الثورة بدأت تقريبا عام 1870، أي بعد انتهاء الثورة الصناعية الأولى تقريبا وملامحها بشكل كبير. وكان من الأشياء المؤثرة في الثورة الصناعية الثانية الكهرباء والبترول والفولاذ. هذه العوامل الثلاثة أدت إلى الثورة، ابتكار واختراع الكهرباء. اختراع الكهرباء شيء، وابتكار منتج اللمبة لأنها تضيء البيوت شيء آخر، وهذا اللي حصل. البترول موجود من آلاف السنين، ما هو شيء مكتشف بشكل جديد، كان موجود من مئات السنين وآلاف السنين في الصين وفي غيرها من الدول، بل كان حتى في كثير من الدول يكون على سطح الأرض ما يحتاج حتى الديجينج أو الحفر. الفولاذ كان موجود لكن لم يكن ينتج بكميات تجارية. إلى متى؟ طيب طبعا صناعة الفولاذ لها دور كبير، يعني الفولاذ معروف زي ما قلنا من القديم، لكن اللي تسمير بروسيس اللي هي في بروسيس لإنتاج الفولاذ ظهرت في هذه الفترة اسمها تسمير بروسيس، هي أول طريقة صناعية قليلة التكاليف لإنتاج الفولاذ بكميات كبيرة. إذا كان عندهم تحدي، كان عندهم فولاذ لكن ما يستطيع ينتج الفولاذ بكميات كبيرة. فعلاقة الفولاذ بالثورة التقنية، الثورة الصناعية الثانية، الفولاذ كان يساعد في صناعة الجسور وسكك الحديد. طبعا سهل التنقل، لاحظوا الثورة الصناعية الأولى محرك البخاري ساعدنا في أن نتنقل بسهولة باستخدام مكان بخارية. الفولاذ ساعد أيضا للتنقل، يعني موضوع التنقل والتواصل مهم جدا في تطورنا كبشر. أيضا التلغراف من الأشياء اللي اخترعت عام 1940 تقريبا، ودوره كبير في الثورة الصناعية الثانية اللي كان يسهل وسائل التواصل. الكهرباء والنفط لهم دور كبير في الثورة الصناعية الثانية، وهذه الفترة صناعة السيارات وخط تحسين خط الإنتاج اللي سواه هنري فورد صاحب شركات فورد مؤسسها، كان له دور كبير في زيادة الإنتاج، إنتاج السيارات. السيارات موجودة قبل هنري فورد، لكن هنري فورد استطاع أن ينتج سيارات بتكاليف أقل يستخدمها العام. سيارات زي الكمبيوتر أول ما بدأ كان فقط مين فريم وكمبيوترات ما هي شخصية، بعدين صارت شخصية. السيارات بدأت ليست لأي شخص، تستخدم فقط غالية التكاليف، بطيئة الإنتاج ليس بسهولة إنتاجها، ولكن صناعتها تحسنت بشكل كبير مع التحسينات اللي أدخلها هنري فورد على خط الإنتاج في مصانع شركة فورد. المركز الحقيقي للثورة الصناعية الثانية كان في أمريكا، وأمريكا بشكل كبير، وألمانيا وبريطانيا، ولكن أقل تركيز في بريطانيا من ألمانيا وأمريكا. طبعاً هذه الفترة اتسمت بقسوة الحياة على الطبقة الفقيرة واليد العاملة بشكل كبير، بينما أنتجت مثل الثورة الصناعية الأولى أنتجت رواد أعمال وأثرياء. مثلاً يعني وهذول الأثرياء هم أصحاب الابتكارات، الأثرياء اللي قادوا الثورات الصناعية هم أصحاب الابتكارات فيها، وهم اللي أفهم في ابتكاراتها. مثلا أندرو كارينجي مثلا في صناعة الفولاذ، جون روكفيلر زي ما ذكرنا قبل شوية صناعة النفط، شركة شل نعرفها كلنا وتأسيسها حتى لأرامكو، جي بي مورغان من أشهر وما زالت عائلة جي بي مورغان إلى اليوم يعني مسيطرة على اقتصاديات العالم وعلى شركات الاقتصاد وعلى البنوك مثل تشيس بانك، حتى البنك الاحتياطي المركزي الامريكي الفيدرال ريزيرف بانك مملوك لشركه لهذه العائله. دخلوا ايضا في صناعه الاتصالات، ودخلوا ايضا في صناعه الستيل او الفولاذ. ايضا هنري فورد من الناس اللي ظهروا في هذه الثوره الصناعيه وكان لهم دور كبير في تحسين صناعه السيارات. طبعا الهدف من هذه الثوره والثوره الصناعيه اللي قبلها كان بشكل كبير الأتمتة، يعني إحنا نحتاج أن أتمت المصانع
ونحتاج نأتمت العمليات. طيب كيف نأتمتها؟ نقلل التكاليف الإنتاج، نحسن الأدوات اللي عندنا. ليش؟ عشان ننتج بغزارة وبأقل تكاليف ونصل للعالم ونبيع في كل مكان. طبعا من شركة فورد من أشهر الشركات اللي كان لها علاقة مباشرة بالثورة الصناعية الثانية. الثورة الصناعية الثالثة اللي حصلت تقريبا، وهي نرمز لها هنا بالنجمة الحمراء اللي داخل الدائرة الزرقاء الأخيرة الثالثة، اللي هي بدأت طبعا الثورة الصناعية الثانية انتهت تقريبا في بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914، انتهت يعني قرابة 105 سنوات من الآن انتهت الثورة الصناعية الثانية. ليش؟ الحرب العالمية أوقفت حقيقة يعني جزء كبير من الابتكار ووجهت العمل للتصنيع والإنتاج، فكان في توقف شيئا ما، لكن أيضا كان لها دور كبير في وجود الثورة الصناعية الثالثة، اللي هي تعرف الثورة الصناعية الثالثة بالثورة الرقمية. إذا عندنا الثورة الصناعية الأولى، ثورة التقنية اللي هي الثورة الصناعية الثانية، والثورة الرقمية اللي هي الثورة الصناعية الثالثة. بدأت هذه في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1950 تقريبا، بدايتها بالرقمنة بالديجيتالايزيشن لكل الأمور. الآلات اللي كانت عندنا قائمة على الحركة الميكانيكية فقط، لا، أنا أضيف لها شرائح كمبيوتر لتعمل بشكل ديجيتال. طبعا نفس موضوع الثورة الصناعية الثانية وموضوع الثورة الصناعية الأولى أسهمت بشكل كبير في تطور وسائل التواصل ووسائل النقل في المقام الأول. طبعا ظهر بعض الابتكارات اللي كان لها دور، وخاصة يعني شرائح السيليكون وترانزستورز وسيمي كوندكتورز، هذه الأمور اللي أسهمت في تطور العالم ووصوله إلى الثورة الصناعية الثالثة. الهدف الأتمتة كان هو الهدف الطاغي بشكل كبير. ليش الأتمتة؟ زي ما قلنا في كل ثورة تحصل، نردد هذا الكلام، تقليل التكاليف، زيادة الإنتاج، تحسين جودة الحياة. طبعا الفرق بين الأتمتة في الثورة الصناعية الثالثة والأتمتة في الثورة الصناعية الثانية هو أن الثورة الصناعية الثالثة قائمة على أجهزة أو آلات مبرمجة، في أوامر تقوم باتباعها خطوة خطوة، أمر موجود مبرمج داخل الجهاز يقوم بعمله خطوة خطوة. طيب هذه واحدة من يعني الصور اللي ترمز للثورة الصناعية الثالثة، أنه نؤتمت حتى الصناعة. نفس المشكلة اللي حصلت في الثورات الصناعية السابقة، كل ما لنا نستغني عن طبقة أخرى من الموظفين، وخاصة اللي هم في اللو بيرسنتايل أو في الطبقة الأقل من الوظائف. وهذه تحديات كبيرة، تحديات ما زالت إلى اليوم، يعني عداء الكبير الموجود للآلة استمر من القرن الثامن عشر، بداية القرن الثامن عشر إلى اليوم ما زال هذا العداء موجود بطريقة أو بأخرى. يعني تحول هذا العداء، وقد يكون تخوف من وجود الآلة. خلينا نأخذ ملاحظات مهمة رئيسية إلى هذه المرحلة. فقط نعيد ما قلنا، الابتكارات قادت الثورات الصناعية السابقة الثلاث السابقة، قادتها بشكل واضح بشكل كبير. الابتكار، ليش الابتكار؟ ليش أنا أحتاج الابتكار؟ لأنه يساعدني في تحسين الحياة بغزارة الإنتاج وجودة الإنتاج وتقليل التكاليف. الابتكار يحصل اليوم، الثورة الصناعية يمكن تبدأ بعد 50 سنة. اختراع المحرك البخاري كان 1712، الثورة الصناعية بدأت 1760، بينهم قرابة 50 سنة. الكهرباء أو البترول مثلا استخرج الكيروسين عام 1950، وبدأت الثورة الصناعية عام 1970. إذن في مرحلة بين الابتكار وبين بداية الثورة الصناعية. هناك دول منشأ لهذه الثورات الصناعية،
لازم نركز على هذا الأمر. في دول تركب الموجة لكن في دول منشأ. الدول اللي كان مؤشر الابتكار عالي فيها هي اللي قادت الثورة الصناعية في وقتها. مؤشر الابتكار كان عالي في بريطانيا، قادت الثورة الصناعية الأولى بكل جدارة، شاركت في صناعة الثورة الصناعية الثانية ونقلها للعالم الأمريكي. الدول اللي ركبت موجة الثورة الصناعية تصنيعها واستخدام تطورت وأصبحت من دول العالم الأول. يعني مو بشرط أنها اللي قامت فيها هي فقط اللي تطور، لا، تطور دول كثيرة من استفادوا من التقنيات اللي أنتجتها الثورات الصناعية. الثورة الصناعية أنتجت رواد أعمال ساهموا في صناعة الاقتصاد وقوة بلدهم ودولهم. الابتكارات تكون عن طريق العلم في الأغلب، يعني في أساس هندسي، في أساس علمي، في أساس كيميائي، في أساس فيزيائي، في أساس رياضي لهذه العلوم، لهذه الابتكارات. ولذلك كثير من الابتكارات بدأت من مراكز أبحاث وتطوير حكومية وشبه حكومية وخاصة ومؤسسات وجامعات وشركات. يعني الابتكار ما هو والله أنا أجلس أفكر في البيت وبابتكر لي فكرة، قد تكون على سمول سكيل، لكن الفكرة اللي تسهم في حدوث ثورة عالمية زي الثورات الصناعية لا، أساسها علمي واضح. طيب، الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة الذكاء الاصطناعي والبيانات. بدأت حسب يعني كثير من المتابعين بدأت في الألفينات، خاصة 2014 أعتقد أنها كانت بداية، ما أعرف ليش تحديد هذا التاريخ، لكن تذكرون قبل شوي متى قلنا أن الذكاء الاصطناعي بدأ. الذكاء الاصطناعي بدأ عام 1950، يعني إحنا نتكلم اليوم عن قرابة 50 سنة إلى 60 سنة حتى بدأنا نرى ملامح الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. طيب، هذه توضح لنا أنه في الخمسينات بدأت الذكاء الاصطناعي. طيب، إلى عام 2014 إيش اللي كان عندنا؟ ليش من 1950 إلى 2014 إيش اللي كان موجود حتى أني أقدر أقول والله في مؤشرات وإرهاقات لبداية الذكاء الاصطناعي وبثورة الذكاء الاصطناعي والبيانات؟ أولاً عندنا أتمتة لكل شيء تقريباً، almost everything is automated، من طاحونة الحبوب إلى صناعة سيارات مرسيدس automated. عندنا إلى 2014 المعلومات كلها مسجلة في البنوك على أنظمة إلكترونية، بياناتك موجودة ومحفوظة في المستشفيات، بياناتك محفوظة في المدارس، بياناتك محفوظة في جوالك، almost everything، كل شيء مرتبط بشبكة تقريباً، كل شيء. وإذا يتظهر عندنا مصطلح الانترنت اوف ثينجز، تجمع بيانات كبيره بكم هائل وكبير جدا. عندنا اجهزه سمارت فون نمسكها في ايدينا ونمشيها، يعني ممكن اليوم انسى محفظتي ولا ارجع لها لكن ما انسى جوالي، ارجع للجوال. ليه؟ اهم اليوم اقدر ادفع عن طريق الجوال، اقدر استخدم الجوال، بل انه الجوال هذا يعرف عني ويعرف عنك اكثر مما نعرف عن انفسنا. يعرف من قابلت في الطريق حتى لو ما اعرفه، يعرف كم محطة بنزين مريت عليها، يعرف كم عاداتك في المشي يوميا، كم خطوة مشيت، كم درج طلعت، يعرف عنك almost everything. عندنا وسائل تواصل اجتماعي، ما كفى هذا، أخذنا أنفسنا ورمينا أنفسنا في وسائل التواصل الاجتماعي وقلنا للناس خذوا شوفونا، إحنا هذا البروفايل تبعنا، هذه معلوماتنا، هذه صورنا، هذه فيديوهات لنا، هذه حياتنا اليومية كلها صارت على السوشيال ميديا. عندنا أجهزة كمبيوتر High Performance Computing أو أجهزة كمبيوتر عالي الكفاءة. البيانات القديمة الموجودة سابقا ما كانت بكميات كبيرة، لما زادت لازم يكون عندي بيانات كمبيوترات تستطيع معالجة واحتواء هذه البيانات. عندنا كل هذا عندنا إلى 2014، لكن عندنا أيضا لا ننسى أن عندنا 7 مليار موجودين كل يوم قاعدين يزيدون بملايين، مرشحين للزيادة إلى 2050 تقريبا قرابة من بين 9 إلى 10 مليار شخص. عندنا تحديات كبيرة في الفقر، في التنمية، في التغذية، في التلوث، في التصحر، في أنسنة المدن urbanization للأربن أريا. عندنا التخطيط العمراني، عندنا تحديات كبيرة جدا في كل شيء، في كل شيء، في التعليم تحديات كبيرة، في الصحة، almost everything. اللي يبغى يرجع للتحديات بشكل كبير
جمعتها الأمم المتحدة وعندها خطط لها الأمم المتحدة اللي يسمونها SDGs اللي هي Sustainable Development Goals أو أهداف التنمية المستدامة، هي تقريباً 17 هدف. 17 هدف هذه منها القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، التعليم للكل، يعني في 19 هدف لدى الأمم المتحدة. هذه التحديات يشترك فيها العالم كامل اليوم. إذا عندنا تقريباً بيئة تقنية وثورة رقمية جميلة جدا إلى 2014، لكن عندنا تحديات إنسانية. ليش التحديات هذه؟ لأننا قاعدين نزداد، تعداد البشر قاعد يزداد، ونحتاج اللي استهلاك الأرض هذه اللي قدامنا. كيف راح نستهلكها بهذه الطريقة؟ راح ننقرض يعني لو تم الاستهلاك بهذه الطريقة وما جدنا ابتكارات جديدة. كما قلنا أنه بدأ الحديث عن الذكاء الاصطناعي 1950، لكن بدأت الثورة عام 2014، خلينا نقول من بعد 2000 بدأت ثورة الذكاء الاصطناعي اللي أنا رامز لها النجمة الرابعة هنا في العليا في هذا المخطط. هذه الطاحونة إيش علاقتها بالأتمتة؟ الطاحونة هذه هي جهاز وآلة أتمتة من الثورة الصناعية الثانية، من الثورة الصناعية الثانية. إيش فائدتها؟ إنه بدل الإنسان ما كان يستخدم الرحة لطحن الحبوب، لا والله هذه حط الحب وشغل الماكينة وراح تطحن لك الحب. ترجع في دقائق معدودة تلقى الحب اللي كنت تطحنه في أيام ممكن تلقاه مطحون كامل وبشكل أفضل بمراحل من الطريقة اللي أنت كنت تستخدمها، وبتكاليف أقل. طيب، هذه من الثورة الصناعية الثانية. استبدلنا في الطاحونة، استبدلنا قدرة الإنسان الحركية بآلة لديها قدرة حركية. أوكي؟ إذن هذا هو اللي حصل، استبدال قدرة حركية. الروبوت هل هو ذكاء اصطناعي؟ لا، الروبوت ليس ذكاء اصطناعي. الروبوت هو أخو الطاحونة الصغير اللي جاء بعدها بكم سنة. هو من الثورة الصناعية الثالثة، هو آلة لديها قدرات ميكانيكية حركية ولكنها مبرمجة. الفرق بينها وبين الطاحونة أنها مبرمجة، إذا ما عندها ذكاء. طيب إيش هو الذكاء الاصطناعي؟ في الأتمتة إحنا استبدلنا القدرات الإدراكية القدرات الحركية للإنسان بالقدرات الحركية للآلة. في الذكاء الاصطناعي نستبدل القدرات الإدراكية للإنسان بقدرات إدراكية للآلة. مثل إيش القدرات الإدراكية؟ مثل التفكير، التخطيط، اتخاذ القرار، الاستنتاج، التعلم، التعليل، حل المشاكل، الوعي. كل هذه من القدرات الإدراكية التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها. نحتاج أن الآلة تستطيع أن تقوم بها. ليش؟ لأنه صار عندي كم بيانات كبير جداً، ما أقدر أبحث في كم البيانات، ما أقدر أستنتج، ما أقدر أستخرج معرفة. اليوم تصور البيانات كلها الموجودة على جوجل، اليوم نبغى نستخرج منها معلومات بحث، الآن بضغط زر واحدة استرجع 17 مليون نتيجة لكلمة أو كلمتين. لو بحثت عن ذكاء اصطناعي راح يرجع لي مراجع كبيرة جدا. إذا مجرد الأتمتة وحدها لا تكفي، يفترض يوجد قدرة إدراكية لدى الآلة تستطيع أن تتخذ القرار نيابة عنه، تستطيع أن تخطط وتفكر وتجد الحل الأنسب لك. وهذه هي المرحلة اللي نحتاجها اليوم، مرحلة إضافة القدرة الإدراكية للآلة. خلونا نأخذ مثال الطاحونة على سبيل المثال. يعني لو نبغى نخلي الطاحونة أذكى من الروبوت، أنا أضيف للطاحونة قدرة إدراكية بحيث أنها تستطيع أن تميز نوع الحب اللي موجود داخلها يطحن، وأفضل طريقة لطحنه وأسرع طريقة، وبإمكانها مثلا تصفي المواد الزائدة في الحب وتنظف أنسان. ولذلك القدرة الإدراكية بمجرد إضافتها على أي آلة تصبح آلة ذكية. قدرة إدراكية أي واحدة من هذه، مو شرط كلها. إذا عندها قدرة لحل المشاكل فيرمث. إلى اليوم ما وصلنا لذكاء اصطناعي عام بحيث أنه يستطيع الآلة تسوي كل شيء، لا، لكن نبحث عن قدرة إدراكية واحدة نستطيع أن نضيفها للآلة لعمل شيء محدد ليقوم مكان الإنسان في هذه الساعة على المستوى الإدراكي وليس على المستوى الحركي. الثورات الصناعية السابقة كانت كلها على المستوى الحركي، اليوم هي على المستوى الإدراكي.
طيب ليش نحتاج الذكاء الاصطناعي؟ ليش مكتفينا بالأتمتة؟ عندنا كمية بيانات كبيرة جدا ما نستطيع معالجتها. مثال على ذلك الصور اللي تلتقطها الطائرات بدون طيار بشكل يومي كبير جدا للسيرفيلانس والمراقبة، الصور اللي تأتي من الأقمار الصناعية، البيانات اللي نضعها على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه من الأمثلة الكثيرة اللي البيانات اللي ما نقدر نعالجها بشكل سهل. أعطيكم أيضا مثال من الصور الطبية مثلا، يعني الطبيب اليوم قد يستهلك وقت طويل جدا في فحص يعني أشعة الـMRI مثلا أو CT scan لمريض مصاب بسرطان لا قدر الله في حالة مبكرة، في يعني early stage cancer. الطبيب قد يفوت من كثر الصور اللي عنده من عدد المرضى اللي ينتظرون برا، قد يفوت كثير من الحالات وتؤدي إلى مضاعفات كبيرة لهذا المريض. الآلة ما تفوت هذه الأمور الصغيرة ولا تتعب ولا تمل ولا عندها أي نوع من العواطف تجاه أحد ضد أحد. طبعا هذا لا يعني أنه لا يوجد تحيز، يوجد تحيز لكن هذا موضوع آخر. السرعة الهائلة اليوم في كل القطاعات طلب منا اتخاذ قرارات أكثر سرعة. يعني اليوم لما يحصل عندي احتيال بنكي عن طريق الانترنت، هل أنا أجلس ساعتين عشان أحلل أو أسبوع أو أسبوعين عشان أحل البيانات اللي عندي وأعرف إنه لا، أنا أحتاج قبل ما تتم العملية وقبل تتم الموافقة يكون الآلة الذكية أو النظام الذكي أعطاني تحذير، قال ترى هذه احتمال تكون فراد مثلا، أو يتخذ القرار هو بإيقافها. وهذه موجودة أيضا في البنوك اليوم. التنافسية العالية اليوم في كل المجالات بين الدول وبين الأفراد وبين المؤسسات ما تسمح بالأخطاء البشرية، لا تسمح أبدا بالأخطاء البشرية. نحتاج أن تكون القرارات أكثر دقة، يعني ما في مجال للخطأ. الخطأ قد يقتل أشخاص، يعني مثلا تشيرنوبل لما حصل الانفجار فيه كان عبارة عن خطأ بشري في اتخاذ قرار. ليش؟ لأنه الإنسان لديه عواطف يتخذ، لا وليس ذات سرعة الآلة. الآلة لا تسمح بهذا الخطأ. الآلة في الخطأ البشري في تشيرنوبل كاد أن يكلف، بكلف طبعا لكن كاد أن يكلف أكثر لولا لطف الله بالبشرية. يعني قد يكون قضى على أوروبا كاملة ولوث مياه ل 200 و 300 سنة قدام. يعني وطبعا أوروبا وروسيا الأماكن المحيطة بالمفاعل. تعقد بالمشاكل اليوم، عندنا مشاكل اليوم كثيرة في الأرض، في مشاكل معقدة ما يستطيع الإنسان يحلها بسهولة. الفضاء، استكشاف الفضاء، التلوث، مصادر الغذاء ومصادر الطاقة وتحسينها، لا يستطيع الإنسان أن يواجه كل هذه التحديات منفردا، لا بد أن يوجد شريك، والشريك المرشح إلى الآن هو الآلة. التباين الثقافي والعرقي واللغوي والجنسي في كل شيء، في الطب، في التعلم، في النقل، في كل مجالات الآلة لديها القدرة على أن لا تميز بين هذا وهذا. ابتكار المصادر تجعل حياة 15 مليار شخص عام 2100، الرقم هذا صادم. لو استمرينا بالنمو الحالي تقريبا 2100 يمكن نوصل 15 مليار، الأرض ستنتهي. يعني راح ناكل الأخضر واليابس، ما في مصادر، لابد أن تبتكر مصادر أخرى للحياة على هذه الأرض. ولذلك إحنا نحتاج بكل تأكيد الذكاء الاصطناعي. أمثلة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل سيري مثلا من الأمثلة الجيدة. مجرد تقول هاي سيري راح يجاوب ويعطيك الإجابة على الأسئلة اللي طلبتها، يحدد لك موعد، يضيف لك موعد في الكالندر. سيارة تسلا سابقا كانت السيارة، يعني السيارات الإنسان يقودها، اليوم قد يكون مستقبلا ما تحتاج السيارة أحد يقودها. توصيات أمازون للشراء، اليوم تدخل على أمازون عندهم ملايين المنتجات
كيف توصل لك؟ ما هي مرتبة في شلفس قدامك ورفوف قدامك تشوفها، ولا عندك الوقت حتى لو مرتب أنك تشوف مئات الملايين من المنتجات بأنواعها وتقييماتها. يعطيك ريكومنديشنز أو توصيات لشراء أشياء وفي الأخير طلعت 200 دولار وانت داخل عشان تشتري ب20. تمييز الصور في أجهزة المراقبة، يعني أجهزة المراقبة الآن في كل مكان، السيرفيلانس كاميرات، هذه أمثلة طبعا أنا قاعد أعطيها موجودة. لو حصل جريمة في مكان ما، بإمكان الآلة أن تميز وجه الإنسان أفضل من أن يميز المراقب، لأن المراقب قد يغفل، قد ينسى، قد يسهو. طيب آلاف الساعات من أجهزة المراقبة، من تسجيلات، مليارات الساعات الموجودة مصورة على يوتيوب وعلى غيرها من المسائل، من اللي قاعد يراقبها؟ من اللي قاعد يسوي لها تمحيص وتدقيق؟ الترجمة الفورية، الأنظمة تحديد الكواكب والنجوم والمجرات بشكل تلقائي، وأنظمة المحاكاة في ناسا، تأليف الكتب باستخدام نظام ذكي. يعني الثلاث سنوات من 2014 2016 2014 2015 2016، يعني نهاية 2016 كان في 53,000 بحث عن الليثيوم، بطاريات الليثيوم. من اللي عنده القدرة، من هو هذا العالم اللي عنده القدرة انه يمحص 63,000 بحث في 3 سنوات عن بطاريات الليثيوم الأيونية، يعني بعد نوع محدد منها؟ قامت في مركز أبحاث في ألمانيا بالتعاون مع سبرينجر، الناشر سبرينجر، وقامت الآلة بتأليف كتاب. هم صمموا هذه الآلة، النظام لتأليف كتاب ملخص هذه الأبحاث. طبعا فرز الأبحاث وطلع ب 1500 بحث من 53,000 بحث، واستطاع أن يفرزها ويميزها ويضعها في كتاب ملخص. إذن تطور العلوم عندنا معقد بشكل كبير، الآلة تساعدنا في تسهيل هذا التعقد. ترشيح المتقدمين على وظائف لدى شركة أمازون، ولو أنه النظام وقف فترة لأنه في تحيز ضد المرأة كما يقال، ولكنه ما زال يعني الطريق طويل لتطوير مثل هذه الأنظمة. يتقدم على أمازون آلاف المتقدمين على الوظائف، نظام يرشح بناء على الكفاءة وبناء على الخبرة الموجودة لدى أمازون. التعلم الذاتي والمخصص للطلاب، البيرسوناليزد ليرنينج. اليوم أنا ما في داعي أجلس في صف قدامي أستاذ و40 طالب يدرسون معي، لا، أنا بإمكاني أدرس بناء على قدرتي وبناء على رغبتي وبناء على ما أحتاج الآن، وبخطة واضحة وبشرح مخصص لي. وهذه راح تعطي ميزة تنافسية للآلة على الإنسان، في أنه الإنجيجمنت قد يكون أعلى. الدراسات تثبت أنه الإنجيجمنت في الروبوتات لبعض الحالات الخاصة قد يكون أعلى من الإنجيجمنت مع وجود أستاذ وطلبة آخرين، خاصة الطلاب اللي يستون، أو حتى الطلاب اللي قدراتهم اللغوية والتعليمية أقل. القدرة على تمييز الأورام، أنا ذكرت بعضها هنا الآن، لكن مثلا إثبات نظريات الرياضية، جوجل قبل فترة قالت أنهم أثبتوا قرابة 3,000 نظرية مثبتة سابقا، الآن راح يعطون نظريات لم تثبت والآلة راح تحاول تثبتها. التنبؤ بالتطورات المرضية لدى المرضى، وصف الأدوية، أنتون، هذه الأمثلة على الذكاء الاصطناعي. في سباق حقيقة اليوم ملاحظ دولي ومحموم تجاه الذكاء الاصطناعي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مواجهة مباشرة بين أمريكا والصين، وهذه المواجهة مباشرة وعلنية، لأنه اللي سيطر عليها كما ذكر الرئيس الروسي، طبعا روسيا ما هي واقفة متفرجة، هي الساكتة اللي ما تبغى حد يلتفت لها، لكن الرئيس الروسي يقول اللي يسيطر على الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم مستقبلا. أوروبا وإسرائيل، بعض العلماء قدموا مقترح أنه يكون في مركز أبحاث مخصص للذكاء الاصطناعي في أوروبا. إسرائيل متقدمة جدا في أبحاث كثيرة، منها أبحاث الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال الزراعة. في استراتيجيات عالمية، ومنها دول كثيرة ومنها اليابان، يعني ولكن اليابان سعت إن كل الدول تسعى لحل مشاكلها، وهذا المميز في الابتكار، إنه لحل مشاكل. اليابان عندها مشكلة الأيجينج أو التقدم في العمر، بعد فترة راح يكون عندهم بين كل 5 أشخاص 4 منهم كبار في فوق 60، وهذا رقم كارثي جدا. أيضا راح يقل عدد سكان من 27 مليون إلى 110 مليون تقريبا في عام 2030. عندنا إشكالية كبيرة في اليابان. إيش الحل؟
الحل انه الوظائف الدنيا مثلا ما تصير يقوم بها الانسان، وظائف المصانع ما تصير يقوم فيها الانسان. هذه استراتيجيه واضحه عند اليابان ونابعه من احتياجهم. الامارات العربيه المتحده عينت وزير الذكاء الاصطناعي، والان عندهم جامعه للذكاء الاصطناعي، جامعه الشيخ محمد بن زايد في ابو ظبي. طيب المملكه في اهتمام عالي، في اهتمام عالي مستوى في الذكاء الاصطناعي في المملكه العربيه السعوديه، ب يعني اهتمام مباشر من سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان، وكلمته في يعني عن مدينه نيوم، عن تاسيس مدينه نيوم، مدينه الذكاء الاصطناعي ومدينه من المستقبل. هذه وحده تكفي لتوضيح الاهتمام بهذا المجال. ولكن ايضا في قمه العشرين الاخيره ذكر سمو ولي العهد بكلمته انه ذكر بشكل محدد الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء. والمملكه العربيه السعوديه مستضيفه قمه العشرين هذه السنه ان شاء الله السنه القادمه، واللي هي 2020، وإنشاء الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي كان يعني يترجم الاهتمام إلى أنه أوكي إحنا راح نبدأ نستخدم الذكاء الاصطناعي في كل مجال، وفي هيئة سعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي، وفي قمة عالمية راح تكون بإذن الله متوافقة مع قمة 20، قمة عالمية الذكاء الاصطناعي تقام في المملكة، مشرف عليها الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي. هذا يترجم الاهتمام الكبير، يعني جابوا رؤساء العشرين الدول قمة العشرين، العشرين الدول الأعلى اقتصاديا في العالم، جابوهم قالوا الذكاء الاصطناعي. هذا ترجمة حقيقية، لأنه من أهم التوجهات اليوم في المملكة العربية السعودية. الكليات والأقسام والمتخصصة مثلا زي كلية محمد الأمير محمد سلمان للمستبراني الذكاء الاصطناعي، في كفاءات بشريه موجوده. يعني الميزه في الكفاءات البشريه السعوديه، انا التقيت في معالي وزير الذكاء الاصطناعي في الاماراتي في جنيف، وقال كلمه لي انا والدكتور احمد سنيان وكيل وزاره الاتصالات، كنا مع بعض، وقالنا انه الشيخ محمد بن زايد، الشيخ محمد بن راشد يقول ان السعوديه سبقت بكفاءات في جانب الذكاء الاصطناعي، وهذه شهادة حقيقية وموجودة، وأعرف عدد كبير من الزملاء والزملات المختصين المتمكنين في هذا المجال، وعددهم كبير، مو كلهم ظاهر على الساحة، كله قد يكون البعض منهم متميز بشكل كبير جدا، وأيضا موجودين مبتعثين خارج المملكة عدد كبير أيضا. الأنشطة والمعسكرات والهاكاثونات بكرة بيبدأ في جامعة الملك خالد باستضافة كلية الحاسب الآلي، يعني معسكر برمجي للذكاء الاصطناعي، يعني كلية مشكورة مبادرة في هذا الشيء، في أبها راح يقام لمدة 5 أيام، وهذا يعني الشكر صراحة للكلية ولعميد الكلية ولزملاء القائمين وزميلات على هذا المعسكر، مع الاتحاد السعودي للأمن السايبراني والبرمجة والدرونز. ايضا هاكاثونات كثيره، وهاكاثونات هذه تشجع الابتكار، هذا شيء مهم جدا. البعض يراها ترف، لا ما هي ترف، من كل 10,000 فكره وبحث يطلع لي 100 فكره جيده، من 100 فكره هذه جيده واحده او ثنتين ممكن ترى النور لتكون شيء استثماري جيد. المأمول من المملكه العربيه السعوديه كبير، على راسها دعم الابتكار بشكل اكبر، ودعم الابحاث ومؤسسات الابحاث ماديا، وهذا التوجه ايضا ان شاء الله قادم باذن الله في هذا المجال. التحديات المستقبلية، عندنا تحديات كبيرة في جوانب اجتماعية، في عدد كبير راح يحصل وظائف، في أسر، لكن في لما نجي نتكلم عن وظائف وأنا أود أستعجل لها، الجانب الاقتصادي تطور مع الثورات الصناعية، هذه فرصتنا كبيرة جدا. الجانب الاقتصادي من العربية السعودية ممكن يتطور حتى على باستخدام المدن الذكية، اللي قد يكون واحدة من الابتكارات في المدن الذكية على مستوى البنية التحتية، على مستوى المنسيبلتي أو البلديات، على مستوى الويست، على مستوى الطاقة، على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى الترانسبورتيشن، كلها من الأشياء اللي تدعم الاقتصاد والنمو الاقتصادي. في تحديات عسكرية وأمنية وسياسية، وفي دائما التحديات تأتي بفرص. التحديات الأمنية والعسكرية والسياسية كبيرة جدا في هذا المجال، وليس الآن المجال لذكرها والإسهاب فيها. الجانب التشريعي والأخلاقي أيضا جانب مهم جدا، يعني من التحيز اللي حصل قبل
فترة تحيز ضد مثلا عرق محدد في اتخاذ القرار، لما تتخذ الآلة القرار ضد عرق محدد، مثلا في القضاء الأمريكي يستخدم نظام لتحديد الأشخاص اللي يمكن يقضون أو يكررون الجريمة مرة ثانية، وجدوا أن السوق يتحيز النظام ضدهم مجرد أنه العرق أصل أفريقي مثلا. هذه إشكاليات تميز ضد النساء في التوظيف في نظام أمازون. هذه من المشاكل الأخلاقية اللي تحتاج تشريعات وضبط وترست ثقة للأنظمة القادمة. قطاعات كثيرة تأثرت وما زالت تأثر كثيرا بالذكاء الاصطناعي، منها الصحة والتعليم والمواصلات والزراعة والأمن. يعني هذه القطاعات بكل تأكيد، الزراعة راح تتأثر بشكل كبير، الصحة متأثرة already، يعني الصحة داخلها بشكل كبير، التعليم قد يحتاج يعني ويبينار خاص في التعليم وتأثير، ويمكن قدمت سيمينار سابق عن التعليم وعلاقة الذكاء الاصطناعي وهي من القطاعات المتأثرة. أبعطيكم قصة أخيرة وحاول أنتقل بعدها للوظائف، باقي 2 or 3 slides. أنا أعرف أني أخذت وقتكم، لكن هذا البروفيسور اسمه آشيك جوال، هذا أستاذ في جامعة جورجيا تك في الولايات المتحدة الأمريكية. جورجيا تك من أشهر الجامعات. هذا الأستاذ أستاذ لمادة الذكاء الاصطناعي، هذه المادة يدرسها قرابة 400 شخص كل سمستر، مو كلهم in class، بعضهم موجودين في الفلبين وتايلند والهند وباكستان والشرق الأوسط وأوروبا، منتشرين، وبعضهم داخل أمريكا في أماكن أخرى، وبعضهم موجودين جنب الجامعة لكن أونلاين. إذن عنده 400 طالب، يحتاج لأنه في discussion board، أونلاين discussion board، يتناقشون على discussion board، يتناقشون في الطلاب، يسأل سؤال ولازم أحد يجاوب عليه. 400 طالب يسألون أسئلة وتكثف الأسئلة، خاصة أوقات الاختبارات مثلاً أو أوقات تسليم المشاريع أو الواجبات، ومادة متقدمة ومادة يحتاج لها معرفة كثيرة. فكان عنده 8 TAs، 8 أساتذة مساعدين. الثمانية أساتذة مساعدين هذول أو اللي إحنا نسميه معيدين، مساعد أستاذ كان يقوم ب 80% من وقت الثمانية هذول، 80% من الوقت يقضونه في رد على الأسئلة والاستفسارات. واحد في الفلبين صح الساعة يعني في الظهر مثلا في توقيت الفلبين، الساعة 2 في جورجيا في الليل، يسأل سؤال، هو متحمس للدراسة، ما يجيه الجواب بشكل سريع، قد ينتظر يوم أو يومين حتى يجيه الرد. تستهلك جزء كبير من وقت الأساتذة المساعدين أو المساعد الأستاذ هذا، 8 أشخاص بتكاليف عالية، وعمل روتيني، مجرد إجابة على أسئلة، بعض الأسئلة وش أسمي الملف اللي راح أسوي له صمت اليوم في الواجب، أسميه باسمي ولا بالرقم الطلابي ولا، يعني بعض الأسئلة قد تكون يعني ما في داعي نستخدم إنسان يجاوب على هذا السؤال. لكنه كان بروفيسور آشيك جوال رأى الموضوع برؤية أخرى، وقرر أن يوظف واحدة اسمها جيل واتسون. وظف جيل واتسون. جيل واتسون غير متخصصة في الذكاء الاصطناعي ولا لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، لا من قريب ولا من بعيد، يعني هي كمعرفة ما عندها معرفة في الذكاء الاصطناعي، لكن أعطوها قالوا تعالوا هذه الديسكشن بورد يا جيل، وخذ الديسكشن بورد هذه فيها 40,000 سؤال وإجابة من منتدى النقاشات الخاص بالمادة، خذيها وجاوبي عليها وجاوب، ادرسيها واحفظيها. استطاعت أن تحفظ 40,000 سؤال وجواب، وبسرعة بدأت العمل وتجاوب في أي وقت، وكانت دقة الإجابات تقارب 97% لما قاسها. كانت متواجدة قدام الجهاز الكمبيوتر تجاوب 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. في الحقيقة ما في إنسان يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. كانت جيل واتسون النظام حاد ذكي شاسف، هذا أحد أنظمة ذكية اللي تستخدم اليوم للرد الآلي بطريقة ليست مجرد أتمتة، لا، يستطيع أن يفهمك بشكل إدراكي. استطاعت جيل واتسون أن تستغني، خلنا نقول، عن 8 أشخاص، 80% من وقت 8 أشخاص، وتقوم بهذا العمل لوحدة منفردة. طيب إيش مصير الوظائف؟ يعني 8 أشخاص دولة وين راح يروحوا؟ جيل واتسون هذه ما تكلف. ليش تمها جيل واتسون؟ لأن واتسون كان باني نظام على سيرفرات واتسون، أو نظام السوبر كمبيوتر واتسون تبع شركة IBM، وسمها جيل واتسون.
هذه يمكن ما تكلف 200 دولار في السنة كاملة، هذه جل الوقت ما تكلف الأستاذ هذا 200 دولار. سؤال، هل سيقضي الذكاء الاصطناعي على الوظائف؟ سؤال محوري وجوهري ومهم جدا. نرجع شوي للثورة الصناعية الأولى. لما حصلت الثورة الصناعية الأولى كان عندنا وسائل نقل تقليدية قبلها اللي هي العربات والخيول. العربات والخيول في الثورة الصناعية الأولى تقريبا قلت، ما اختفت لكنها قلت بشكل كبير، لكن الثورة الصناعية الثانية انتهت، ما صرنا نحتاج سواق خيل، سواق عربة، فارس، ما نحتاج بشكل كبير، ما نحتاج فائز، ما نحتاج، صرنا نحتاج سواق سيارة، أوكي، صرنا نحتاج ميكانيكي وسمكري أنسون. إذا صحيح إنه في وظائف اختفت، الوظائف الأقل مستوى اختفت، الوظائف الروتينية التقليدية اختفت، لكن ظهر وظائف كثيرة جدا مقاربة لها تحتاج مستوى عالي من المهارة. يعني كان سابقا اللي يتعلم السواقة واو يعتبر شيء كبير، يعني قبل 70-80-90 سنة. ليه؟ لأنها تحتاج مهارات عالية، مو زي السائق عربة الخيل، لا. فالوظائف راح تتأثر، في وظائف راح تختفي وفي وظائف راح تظهر. الوظائف اللي راح تختفي هي الأقل مستوى، والوظائف اللي يعني هي تدريجيا راح تختفي، والوظائف الأعلى مستوى راح تظهر. ولذلك احنا نحتاج ان نزيد مهاراتنا ونطور مهاراتنا، مهاراتنا الناعمة soft skills، مهارات التعلم، مهارات خاصة التعلم الذاتي، مهارات الاتصال والتواصل، مهارات القيادة، مهارات هذه مهارات soft skills. ونحتاج نطور مهاراتنا الرياضية والعلمية وإلى آخره. هذه النقطة مهمة جدا في فهم مستقبل الوظائف. لكن الروبوت الذكي والنظام الذكي والآلة الذكية راح تكون في السنوات القادمة مساعدة للإنسان بشكل كبير، راح تقضي على بعض الوظائف، راح تساعد وظائف عليا، مثلا الطبيب راح يساعده، ما راح نستغني عن الطبيب بسهولة، لكن ممكن بعد 100 سنة ونص، ممكن أقل، نحتاج طبيب متقدم، ما نحتاج الطبيب اللي مستوى اليوم قد يكون يختفي مستقبلا، وهذا اللي قاعد يحصل. لذلك نحتاج نطور مهاراتنا حتى نستمر. هذا ما لدي، شكرا لكم أبو أسامة، شكرا للجميع، شكرا لعملك على الإلكتروني. يعطيك العافية دكتور سالم، وشكرا لك على هذه الأمسية الجميلة واللقاء الرائع، وصراحة عرض جميل ومميز، ويعني ركزت على أهم الأمور اللي نحتاجها جميعا يعني حول مفهوم الذكاء الاصطناعي، فالله يعطيك العافية. هو حقيقة الأسئلة كثيرة، وصراحة يمكن من الصعب أن احنا نعرج عليها كاملة، ولكن بنحاول أن احنا إن شاء الله نجاوب على الأسئلة اللي نقدر عليها في الدقائق المتبقية لنا، مع أن الوقت انتهى، لكن إن شاء الله يسعفنا بقية الوقت. الله يعطيك العافية. طبعا هناك دكتور السؤال اللي متكرر دائما عن القلق من أو الخوف أو التخوف من الذكاء الاصطناعي، من ناحية الوظائف، من ناحية يعني أنه حتى الآن أنت ذكرت في أول في الشريحة الأولى أو في الشرائح الأولى أنه البشر يتزايدون، يعني عدد البشر يتزايدون، وفي المقابل الوظائف تتناقص مع ظهور الثورات الصناعية والثورة الرابعة الأخيرة. في تخوف كبير صراحة من موضوع الصناعي، من موضوع الذكاء الاصطناعي، حتى وصل التخوف على الجنس البشري أنه ممكن أنه يقضى عليه. شو رأيك دكتور؟ طبعاً في علماء كبار وفي رواد أعمال كبار كان لهم نظرة سلبية جداً تجاه الذكاء الاصطناعي من كل النواحي. أذكر مثلاً على سبيل المثال مؤسس تسلا، ولو أنها شركة قائمة في الأساس على الذكاء الاصطناعي اللي إيلون ماسك، كان يحذر بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي ويخوف الناس من الذكاء الاصطناعي بشكل كبير،
ويقول أنه قد يكون من أخطر الأمور التي تستمر على البشرية. عارضوا في هذا مؤسس فيسبوك لمارك زوكربيرج، وخلال أسبوع أو أسبوعين بعد معارضة مارك زوكربيرج المشهورة للماسك، أوقفت فيسبوك تو سوبر كمبيوترز عندها كانوا يتحدثون بطريقة أو بكوميونيكيشن ما قدروا يفهموها، فأوقفوا تو سيرفرز ذكية يعني. فأيضا المخاوف موجودة من كبار من ستيفن هوكينز يعني مات قريبا يعني السنة الماضية، وأحد أكبر علماء الفيزياء في التاريخ البشري، وهو أكبر عالم فيزياء في القرن العشرين والحادي والعشرين. هذا الرجل يعني قالها بكل صراحة أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على العرق البشري. في أفلام كثيرة وهوليوود يعني قائدة للساينس فيكشن لتطور العلوم، أفلام كثيرة مثلا منها إيجل آي اللي يتكلم عن أنه كيف أن الآلة سيطرت على نظام عند البنتاغون واستطاعت أن تصل لكل شيء وتهدد حياة الناس. هذه المخاوف موجودة، ومخاوف قد تكون حقيقية في بعض التصورات. لو أخذنا بعين الاعتبار مثلا ما يسمى بالسنجلاريتي أو التفرد التقني اللي يعتقد ان العالم سيصل له قريبا، بعض مثلا زي ري كروزويل ذكر انه قد يصل العالم للتفرد التقني. ري كروزويل هو كبير المهندسين في شركة جوجل، وهو فيوتشرست وله كتب جميلة، منها كتاب اسمه The Singularity is Near او التفرد التقني قادم، عندما تبني تكون الآلة أذكى من الإنسان وتستطيع أن تبني آلة أخرى ذكية أذكى منها، معناها أنها قد تكون فعلا تسيطر على الإنسان. هذه طبعا بعض التصورات، بعض السيناريوهات. لو حدث سينجلاريتي قد يكون فعلا فيه خطورة على الإنسان، ولكن اليوم الخطورة الأكبر الواقع اليوم هي على الوظائف. بدأت آثارها في المصانع، وفي هذا الشيء ما يخفى على أحد. ولكن الحل ليس بمقاومة الموضوع أو بحرق المصانع كما فعل بعض البريطانيين في بداية الثورة الصناعية الأولى، الحل هو بزيادة المعرفة واكتساب مهارات جديدة. هذا هو والميزة في الموضوع، أنه اليوم بإمكاننا بالتعلم الإلكتروني بإمكاننا نصل إلى آفاق كبيرة جدا من المعرفة. عندنا منصات تعلم ذاتية كثيرة موجودة اليوم، بإمكانك تتعلم في ستانفورد أو في بيتك في أبها أو في الرياض أو في أي مكان، تتعلم في أرقى الجامعات. لذلك الحل هو أن نسعى لتطوير مهاراتنا، وليس الحل لمقاومة هذه الموجة. جميل. هو برضو الدكتور سالم أنه في مقابل اختفاء هذه الوظائف هناك وظائف جديدة تستحدث. يعني زمان مثلا يعني قبل السيارات، ظهور السيارات، ما كان في وظيفة ميكانيكي ولا وظيفة سمكري ولا وظيفة كهربائي سيارات، فأتت وظائف الكهربائي والسمكري والميكانيكي مع الثورة هذه. فأكيد ممكن مع ثورة الذكاء الاصطناعي تظهر وظائف أخرى تعالج هذا الموضوع. بل ظهر كثير من الوظائف. مثلا ما كان عندنا شيء اسمه Data Scientist، عالم بيانات، صحيح، لكن اليوم عندنا Data Scientist، وبمجرد ظهوره كم سنة كتبت الهارفارد بيزنس ريفيو في مقالة جميلة تقول إنه Data Science is the sexiest job title في القرن الحادي والعشرين، يعني أكثر الوظائف جاذبية في القرن الحادي والعشرين، يعني جذاب جدا هذا الاسم. رواتب الموظفين في Data Science عالية جدا، يعني قد تقارب رواتب الأطباء في أمريكا اللي على الرواتب. وظائف كثيرة بدأت تظهر، مو راح تظهر فعلا. ظهرت وظائف كثيرة اليوم، مثلا أخصائي آلة، الآلة راح تعمل معك مستقبلا. يعني الطيار اليوم قد يكون مستقبلا يحارب طائرة أو يحارب مع طائرة أو طائرة ذاتية القيادة. التعامل مع الآلة، التيم ميتينج معها، هذه وظائف أخرى. يعني وظيفة الطيار راح تتطور من مجرد كونه طيار يقود طائرة إلى طيار يتعامل مع طائرات كثيرة جدا في السماء، قد يقودها بزر تحكم واحد، قد يوجهها. فالوظائف قاعدة فعلا تتطور اليوم. جميل. طبعا دكتور، فيه سؤال برضو تكرر عنه استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وخاصة
يعني تفعيل هذا الموضوع في مناهجنا، يعني في مناهج الطلاب في المدارس سواء في الجامعات، وتشير لهذا الموضوع. في أرقام صادمة في التعليم، في أرقام صادمة مو على مستوى السعودية، في أرقام صادمة على مستوى العالم. 24% من طلاب من أطفال العالم لا يحظون بالتعليم، 20% من اللي يحظون بالتعليم لا يصلون للصف الرابع الابتدائي. أبو أسامة يعني والكلام للجميع، ال 20% من اللي يدرسون، يعني أنا أتكلم عن 76% فقط اللي يدرسون، 20% منهم ما يصلون للرابع الابتدائي. من اللي يصلون ويتعلمون قرابة 60% منهم لا يستطيعون إجازة المهارات البيسك ليتراسي اند نيوميراسي سكيلز، ومهارات الأساسية في الرياضيات وفي اللغة ما يجيدونها. إذا عندنا تحديات كبيرة في التعليم، مو على مستوى السعودية، على مستوى العالم كامل. الآلة ممكن تكون، بدل ما يكون الأستاذ فقط يقف قدام الطلاب في الفصل ويشرح لهم، قد يكون الأستاذ مرشد للطالب. يعني اليوم لو دخلنا مثلا خان أكاديمي، الطلاب اللي يدرسون، ملايين الطلاب يدرسون عن طريق خان أكاديمي. تستطيع تشوف الطلاب، مثلا لو طالب عندك أو أنت طالب تدرس على خان أكاديمي، تستطيع أن ترى المؤشر قدامك يقول لك أنت تحتاج هذه المهارة، ويعطيك هذه المهارة، يدرسك إياها بشكل خاص ومخصص لك. ما في داعي ترتبط بغيرك من الطلاب، حتى تكون أنت أسرع في التعلم من غيرك. ليش أنا أحفر نفسي في فصل واحد؟ المجال، مجال التعليم، التوترينج اللي اليوم، التدريب. أعطيك مثال على التدريب، الأطباء، مو فقط على مستوى التعليم العام، على مستوى تدريب الأطباء. يعني الطبيب اليوم قد يصل، يعني يحتاج أنه يقوم بإجراء عمليات غير ممكنة له اليوم. أطباء الأسنان ترى اليوم يعانون في إيجاد بعض الحالات المرضية حتى يطبق في المادة. قد تكون الآلة تساعد في هذا الشيء، في جانب التدريب. أنا أذكر أني حضرت ورشة عمل في أمريكا، كان اللي يقدم الورشة عنده سوى لعبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث أن طلاب الطب يدخلون هذه اللعبة، تكون هذه اللعبة فيها حالات مرضية يستطيع قياسها، يستطيع تعلم الطالب وتقيم الطالب أيضا، طالب الطب. فجانب التعليم فيها كبير. أيضا الاستطاعة أن نصل إلى مثلا، ما نستطيع اليوم ندرس طلابنا نأخذهم إلى عصر البيج بانج أو عصر الانفجار العظيم اللي حصل قبل 14 مليار سنة في الفيزياء مثلا، أنا لو كنت أستاذ فيزياء، لكن يستطيع أعمل سيميليشن ذكي لما حصل قبل 14 مليار سنة. فبدل ما يصير الطالب مجرد أن يدرس المحتوى، يشعر بالمحتوى. اليوم الفيرتشوال رياليتي اللي هي الاوجمنتد رياليتي، الواقع المعزز والحقيقه الافتراضيه بالنظارات، اليوم بامكانك تتعلم بشكل افضل. فالتعليم مجال كبير وبحر كبير جدا في جانب الذكاء الاصطناعي. وعلى فكره التعليم قد يكون يقع في المرتبه الثانيه تاثر بالذكاء الاصطناعي بعد القطاع الصحي. أرجونا أكون أجبت على السؤال، ما أعرف طبعا. أعطيك العافية دكتور. هل يوجد مراكز بحثية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة؟ في مراكز بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة بمسميات مختلفة. طبعا من أول المراكز البحثية اللي بدأت في الذكاء الاصطناعي في المملكة، مراكز مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، قد تكون أولى المراكز. الاهتمام بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص بدأ قريبا، يعني في الجانب البحثي المركز، حتى لو كان موجود سابقا لا يوجد هذا الأثر الكبير اللي يلمس إلى اليوم، لكنه بنية تحتية جيدة نستطيع الانطلاق منها. يوجد في بعض الجامعات بعض المراكز، يوجد عندنا جامعة الملك خالد مركز الذكاء الاصطناعي، في جامعة الملك عبد العزيز مثلا مركز دعم اتخاذ القرار هو جزء من الذكاء الاصطناعي. في أمارة مكة مثلا اليوم عندهم مركز البيانات الضخمة. يعني هذه من المراكز اللي قد تكون في جامعة الملك سعود، في جامعة مطول معادن، في باحثين، حتى لو كانت هناك مراكز قد تكون مجموعات بحثية مهتمة في هذا المجال. جامعة أم القرى فيها أيضا من أفضل الأساتذة اللي يعرفهم الزملاء المتميزين في هذا المجال.
المركز برضو المركز أعتقد اللي في جامعة الملك خالد، مركز الذكاء الاصطناعي اللي أنت ترأسونه يا دكتور، هل صحيح يهتم بهذا الجانب؟ صحيح. طبعا مركز الذكاء الاصطناعي حديث تقريبا من سنة ونشي أو أقل من سنة، وهو مركز في الأساس مركز بحث وتطوير ودراسات واستشارات في الذكاء الاصطناعي. يعطيك العافية دكتور. ما هي التخصصات الدقيقة التي تندرج تحت مظلة التخصص الذكاء الاصطناعي؟ طبعا اليوم أكثر مجال في مجالات الذكاء الاصطناعي والمشين ليرنينج والديتا مايننج، قد يكون أيضا من المجالات اللي لأنه البيانات أو والألغوريثم تعمل تشكيلة لإنتاج الذكاء. يعني أنا أستخرج الذكاء من وين؟ أستخرج من البيانات في المقام الأول، يعني من الخبرة اللي موجودة عندنا من البيانات نستطيع أن نستخرج منها معرفة، ونستطيع أن نستخرج منها ذكاء باستخدام الألغوريثم. خلينا نقول مجالين كبير، مجال الديتا ومجال الالغوريثم اللي مثلا في المشين ليرنينج اليوم. ايضا في مجالات مهمه اللي هي يعني الستاتستيكال انفرنس او التنبؤات الاحصائيه، عندنا الرياضيات والاحصاء وخاصه الجبر في الرياضيات الاوبتمايزيشن، هذه من المجالات المهمه للذكاء الاصطناعي. عندنا الباتر ريكوجنيشن والفيديو بروسيسنج والفيديو والايمج بروسيسنج، هذه كلها من التخصصات اللي في الذكاء الاصطناعي اليوم. يعني جميل. في سؤال برضو تكرر دكتور، يمكن تقريبا هذا السؤال الأخير نختم فيه لقاءنا، ومع أنه نعتذر من بقية الأخوة والأخوات اللي ما قدرنا نجاوب على أسئلتهم، لكن السؤال اللي تكرر دائما في أغلب لقاءاتنا اللي هو المراجع والمصادر اللي ممكن الشخص اللي حابنا يتخصص في هذا المجال، ولو تشير إذا كان هناك أشياء باللغة العربية أو حتى شهادات عالمية في هذا المجال. أوكي. طبعا نكتبت مقالات في المدونة عندي أحيلكم لها العلياني.com، كان رابطها في السلايد السابقة. كتبت مقالات عن هذا الشيء، الموضوع يحتاج له شرح. المصادر العربية للأسف أنها قد تكون شحيحة جدا 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 يعني في هذا المجال. أحاول في المدونة أني أثري هذا الجانب، وفي بعض أيضا مثل النمذجيات مثلا من المواقع المتميزة المدونات المتميزة في هذا الجانب. في كثير من الباحثين، ما ودي أذكر يعني اسم شخص أو اسم جهة وأنسى جهة أخرى، مراجع ككتب وصعب إني أقول بالعربي موجود فيه، بالإنجليزي طبعا متوفرة بشكل كبير جدا. أيضا الشهادات العالمية، أنا أيضا ترجمنا مقال كان موجود على كيدي نقص ووضعناه على المدونة عندي للشهادات العالمية المشهورة في هذا المجال. لكني أنصح بالبداية بشكل عام، طبعا راح يكون عندنا كورسات إن شاء الله، كورس الذكاء الاصطناعي 4-3-1 الأول، لكن في عندنا كورسات أكثر تخصصية راح تطرح على منصة TTUX، منها فعلا بدأنا العمل عليها كورسين، واحد اسمه Machine Learning for Beginners أو التعلم هو بالعربي طبعا تعلم الآلة للمبتدئين، وعندنا أيضا Artificial Intelligence for Developers أو للمبرمجين والذكاء الاصطناعي المبرمجين. الإنسان المبرمج ممكن يصير يطور تطبيقات ذكاء اصطناعي بأقل يعني جهد وبدون الحاجة إلى خلفية كبيرة في الذكاء الاصطناعي. Machine Learning for Beginners راح نتكلم عن يعني راح نعطي خلفية جيدة في الذكاء الاصطناعي إن شاء الله، خاصة في تعلم الآلة في Machine Learning. ولكن فيه الجبرة اللي هي الجبر والإحصاء Probability ونظريات الاحتمالات من الإحصاء خاصة، وعندنا Optimization والبرمجة. الإنسان اللي يجيد هذه الأشياء الأربع راح يستطيع أن يدخل علوم الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات من أوسع الأبواب. يعطيك العافية دكتور سالم على هذه الأمسية الجميلة والرائعة، وبرضو نحيلكم على منصة KQX، فيها عدد من الكورسات وعدد من المقررات أو الدورات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، واللي قدمها الدكتور سالم العلياني موجودة، والأستاذة ريما مشكورة راح تضيف لكم رابط المدونة الكيكيو إكس أو رابط المنصة كيكيو إكس نفسها.
على الشات إن شاء الله خلال اللحظات القادمة. وبرضو في عندنا جميع الندوات اللي قدمناها سواء ندوة الليلة أو الندوات السابقة كلها موجودة في مدونة الكيكيو إكس، وهذا رابطها اللي موجود عندكم على الشات، فممكن تدخلون عليها. اللي حاب برضو أنه يحصل برضو على شهادات من جامعة الملك خالد في مجال الذكاء الاصطناعي، فعندكم تقريبا يعني مقررين موجودة في منصة كيكيو إكس اللي هو الذكاء الاصطناعي للجميع والذكاء الاصطناعي للمبرمجين. وزي ما ذكر الدكتور سالم أن هناك يعني عدد من الدورات أو المقررات جاية إن شاء الله متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي في تعلم الآلة، راح تنشر إن شاء الله خلال الفترة القادمة خلال يمكن تقريبا الفصل القادم بإذن الله. شكرا لكم جميعا وشكرا لحضوركم. من حضر معنا هذه الندوة أو الندوات السابقة، إلى أن نلتقي بكم بإذن الله في سلسلة قادمة في مجالات أخرى مختلفة، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.